طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إن شاء الله في متابعة اليوم حنتناول الديزاين ان فريكونسي دومين. تمام، حنشوف كيف نحن نقدر نصمم نوعين من أنواع الكومبنسيتر، اللي هو الليد كومبنسيتر واللاج كومبنسيتر، عن طريق الديزاين ان فريكونسي دومين. والديزاين في الفريكونسي دومين أسهل من الديزاين في التايم دومين أو الروت لوكس، لأن عندنا مجموعة بتاعت خطوات ثابتة بنتبعها عشان نقدر نشتغل على التصميم، سواء بالنسبة للليد أو اللاج، وبالأكثر الليد كومبنسيتر. طيب، فقال عندنا هنا ديزاين الليد كومبنسيتر، قال صمم ليد كومبنسيتر. تمام، عشان أحقق المتطلبات التالية. عندنا ده السيستم بتاعنا 4 على S في S زائد 2. قال لي الاوبن لوب سيستم عنده فيس، عنده طور سالب 163 درجة، والجين كروس اوفر فريكونسي اللي هو 9 راديان بير سكند. الاستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت المطلوب كي في 20 سكند انفيرس. الفيس مارجن مفترض يكون على الاقل 50 درجة، والجين مارجن مفترض يكون على الاقل 10 ديسيبل. تمام، فدينا متطلبات التصميم اللي احنا دايرين نصمم عليها بمعلومية المعطيات الموجودة دي. طيب، فهنا احنا عندنا المنظومة بتاعتنا اصلا كانت عبارة عن 4 على S في S زائد 2. طيب، الخطوة الاولى او اول خطوة احنا بنعملها، بنقوم نضرب ال طبعا احنا تمام اول خطوة بنعملها بنقوم نضرب الجيب بنضرب دالة تحويل الليد كومبنسيتر بصورة بتاعات الشامل، اللي هي كي سي الفا تي اس زائد 1 على الفا تي اس زائد 1 في الترانسفير فانكشن حقت السيستم بتاعنا، اللي هو 4 على S في اس زائد 1. بنقول انه الناتج ده بدينا دالتين تحويليات مضروبة في بعض. الدالة الاولى اللي هي تي اس زائد 1 على الفا تي اس زائد 1، تمام، والدالة الثانية اسمها جي 1 اوف اس. تمام، طيب الجي 1 اوف اس بتساوي شنو؟ الجي 1 اوف اس انا بقوم شنو؟ بقوم بسمي الاثنين ديل الكي سي في الفا، دائما بقوم بسميه كي كابيتال، دائما بسميه كي كابيتال. فبقول دي بتساوي لين 4 في كي كابيتال على اس في اس زائد 2، حيث قلنا كي كابيتال بتساوي كي سي في الفا. طيب، انا قال لي الكي في حقتك دايره بتساوي 20، الكي في طبعا بتساوي ليميت اس لما تقول لصفر لجي سي اوف اس في جي اوف اس، اللي هي انا ممكن اقول عباره عن تي اس زائد 1 على الفا تي اس زائد 1 مضروبه في 4 كي على اس في اس زائد 1. طيب، لما انا اعمل دي هلقى انه هنا هننتهي الاس مع الاس، تمام، الاس الموجوده هنا مع الاس الموجوده هنا، تمام، دي هتنتهي مع بعض، تمام، وهعوض الاس باصفار، هتبقى عندنا اللي هي 2 كي بتساوي 10، معناها 2 كي كابيتال بتساوي 20، معناها كي كابيتال واحده بتساوي 10. طيب، هقوم اجيب الفيس مارجن حق السيستم الاصلي. الفيس مارجن حق السيستم الاصلي اللي هو بيساوي شنو؟ هو هنا ذكر لي طبعا، قال لي هنا انه النظام بتاعك ده، تمام، شايف هنا انه عندنا النظام بتاعك، عندنا الاوبن لوب سيستم عنده الفيس سالب 163 درجه. تمام، معناها هقوم هجيب الفيس مارجن، الفيس مارجن الكلي بتاع النظام بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لل 180. فهتبقى 180 ناقص 163 اللي هو بيدينا 17 درجه. طيب، ال 17 درجه دي الحاجه، ال 17 درجه دي كويس، دي على التوتال المحصله بتاعت الفيس حقه النظام. معناها اذا الريكوير اديشنال فيس اللي هو الطور الاضافي المفترض يضيفه الليد كومبنسيتر هتبقى ال 50. ال 50 دي جبناها من وين؟ ال 50 دي هنا قال لي نحن دايرين عنه الفيس بتاعك، تمام، دايرين عنه الفيس حقنا هنا، تمام، يكون على الاقل عباره عن 50. ف 50 ناقص ال 17 حقت السيستم بتديني كم؟ بتديني 33 درجه. طيب، ال 33 درجه دي بتدينا، بقوم بجيب حاجه اسمها الفاي ام. الفاي ام دي بتساوي ال 33 اجاتنا هنا، زائدا بضيف لها زاويه من 5 ل 12 درجه، تراوح قيمتها من 5 ل 12 درجه، وانت عندك حريه الخيار فيها. انا هنا اضفت 5 درجات، ف 33 زائد 5 ب 38 درجه. طيب، ساين الفاي ام، بيساوي لنا 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا. تمام، من هنا بقدر اجيب قيمه الالفا اللي هي تديني 0.24. طيب، احنا عندنا هنا عندنا حاجتين، عندنا الكومبنسيتر ده عنده 0 واحد على تي، الواحد على تي ده عباره عن الزيرو بتاع الكومبنسيتر،
والواحد على الفا تي ده هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن البول بتاع الكومبات زيتا. طيب الاوميجا سي، الاوميجا سي اللي هو الجين كروس اوفر فريكونسي، اللي هو هنا بيكون مدينا معطى تمام، الجين كروس اوفر فريكونسي اللي هو ده اللي 9 راديان بير سكند، ده بيساوي شنو؟ ده بيساوي لنا 1 على تي جذري الفا. معناها الواحد على تي بيساوي لنا اوميجا سي جذري الفا، اللي هو الاوميجا سي بي 9 تمام، بي 9 اخذناها مديها لنا جاهزه في جذري الفا في جذري بوين 24 بيدينا 4.41. ده موقع شنو؟ ده موقع الزيرو بتاع الكومبات زيتا. طيب الواحد على الفا تي، الواحد على الفا تي ده معناه شنو؟ الواحد على الفا تي اللي هو موقع البول بتاع الكومبات زيتا، معناها واحد على تي مقسومه على الفا. يعني ممكن عايل لها انه هي عباره عن شنو؟ ممكن عايل لها انه هي عباره عن واحد على تي مقسومه على شنو؟ مقسومه على الفا. تمام، الواحد على تي مقسومة على الفا اللي هي عبارة عن شنو؟ اللي هي عبارة عن هنا راح نبقى عندنا الواحد على تي اللي هي 4.41، والالفا قيمتها بوين 24، معناها هيجينا البول ب 18.375. تمام؟ طيب من هنا طوال اذا الجي سي حقت الكومبنسيتر حقت الليد كومبنسيتر تمام هتبقى كي سي مضروبة في اس زائد واحد على تي على اس زائد واحد على الفا تي. اللي هو هتبقى كي سي في اس زائد 4.41 على اس زائد 18.375. طيب انا عارف انه الكي سي في الفا بتساوي الكي كابيتال، والكي كابيتال بتساوي 10، والالفا جبناها بوين 24، معناها اذا الكي سي حقتي بتساوي شنو؟ بتساوي لنا 10 على بوين 24 بتدينا 41.7. اذا الداله التحويليه حقت الليد كومبنسيتر حتكون جي سي اوف اس بتساوي 41.7 مضروبه في اس زائد 4.41 على اس زائد 18.375. تمام. طيب نشوف مثال اخر. قال فور ذا سيستم شون بلو، للنظام الموضح هنا جي سي اوف اس 1 على اس تربيع في اس زائد 5، فايند ذا بول اند زيرو بوزيشن فور اليد كومبنسيتر، دايرين موقع القطب والصفر تمام للليد كومبنسيتر تمام، عشان يكون الكلوز لوب سيستم كويس عنده المواصفات الاتيه: الفيس مارجن يكون 50، والجين مارجن يكون على الاقل 10 ديسيبل. قال لي الاوبن لوب سيستم عنده فيس سالب 191.3، والجين كروس اوفر فريكونسي بتساوي 1 راديان بير سكند. تمام. طيب فبنفس الخطوات اللي احنا عملناها هنا ما دارين تصميم كامل، هنا دارين بس الواحد على تي وواحد على الفا تي، اللي هو واحد على تي موضع الزيرو وواحد على الفا تي موضع البول. طيب انا الداله حقتها اصلا جي اوف اس 1 على اس تربيع في اس زائد 5 تمام، معناها جي سي اوف اس في جي اوف اس هتبقى تي اس زائدا 1 على الفا تي اس زائد 1 في جي اوف 1 اوف اس. تمام، ال جي 1 اوف اس طبعا هتكون شنو؟ هتكون هي عباره عن الكي كابيتال، طبعا دي لانه هيكون عندنا فيها شنو؟ هيكون عندنا هي عباره عن كي كابيتال على اس تربيع في اس زائد 5، حيث انه الكي كابيتال بتساوي شنو؟ الكي سي مضروبه في شنو؟ مضروبه في الالفا. طيب الكي في تمام، الكي في بتساوي لنا ليميت اس لما نطول لصفر لتي اس زائد 1 الفا تي اس زائد 1 في كي على اس تربيع في اس زائد 5. وهلاحظ ان الخطوه ده انا اصلا شنو ما محتاج لها؟ ليه ما محتاج لها؟ لان انا داير فقط موضع البول وموضع الزيرو، فانت لازم تقرا المطلوب من السؤال بصوره كامله قبل ما تبدا تشتغل. طيب الفيس مارجن الاساسي بتاع السيستم اللي هو الفرق ال 180 من ال 191.31 بقيمه مطلقه، اللي هو بتدينا 11.31، معناها الفيس الجليل هتبقى ال 50 الدايرين ناقص 11.31 بتدينا 38.69. الفاي ام حقتنا هتبقى 38.69 زائد زاويه من 5 ل 12 نخترطها 12 هتبقى 50.69. صحيح ان الفاي ام بتساوي 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، معناها اذا الالفا بتدينا 1.274. الجين كروس اوفر فريكونسي اللي هو 1 راديان بير سكند، معناها قلنا موضع الزيرو، الزيرو لوكيشن 1 على تي اللي هو اوميجا سي جذري الفا تمام، اللي هو هتدينا شنو؟ بوين 4. والثاني اللي هو عندنا هنا طبعا شنو؟ هو هنا عندنا كويس اللي هو ده هتبقى عندنا هنا اللي هو عبارة عن الجذر الطبيعي بوين 1.274 تمام، اللي هو هيدينا كم؟ هيدينا اللي هو بوين 4 تمام، ده موضع الزيرو كده انتهينا من موضع الزيرو المطلوب. ف
فضلي موضع البول، موضع البول واحد على الفا تي اللي هو اكسيمال بوينت 4 على قيمه الالفا جاتني اللي هو بوينت 1274، كده بحصل على 3.14. تمام، 3.14 ده موضوع شنو؟ ده موضوع ال فاذا بالطريقه دي انا بقدر اصمم اي ليد كومنسيتر، تمام، باتباع نفس الخطوات اللي كانت موجوده معانا في المساله الفو. طيب عندنا مثال اخر، قال ديزاين اليد كومنسيتر، عندنا الداله بتاعته 10 على اس في اس زائد 1. عشان نحقق الخطوات الاتيه، انه الاستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستنت يكون 20، الفيس مارجن 50، الجين مارجن مفترض يكون اكبر من او بيساوي 10، الاوفرلود فيس سالب 166 درجه، والكروس اوفر جين فريكونسي اللي هو 6.5 راديان بير سكند. دي المتطلبات اللي احنا شنو، دي المتطلبات اللي احنا دايرينها. فبنفس الفكره بنفس العمليه عندنا الجي اوف اس بتساوي 10 على اس في اس زائد 1، معناها جي سي في جي اوف اس هتبقى تي اس زائد 1 الفا تي اس زائد 1 مضروبه في 10 كي على اس في اس زائد 1، اللي هي دي قيمه شنو؟ دي قيمه الجي 1 اوف اس، حيث انه الكي كابيتال عباره عن كي سي في الفا. الكي في ادينا لها ب 20 اللي هي دي بتساوي لنا ليميت اس لما تقول للصفر لاس في تي اس زائد 1 الفا تي اس زائد 1 في 10 كي على اس في اس زائد 1 على 10 كي بتساوي 20. تمام، دي هنا مع قيمته 20 على 10 كي بتساوي 20، معناها الكي الواحده قيمتها كم؟ قيمتها 2. طيب الفيس مارجن حق السيستم الاساسي 180 ناقص 166 ب 14، معناها الفيس المطلوب 50 ناقص 14 36، الفاي ام 36 ضفت ليه زاويه 5 بتدينا 41، ساين الفاي ام 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، من هنا بقى انه الالفا بوين 21، والاوميجا سي الجين كروس اوفر فريكونسي ادينا له 6.5 راديان بير سكند عشان نشتغل بطوالي. تمام، فحاجه هنا انه الاوميجا سي 1 على تي جذر الفا، معناه الواحد على تي بيساوي اوميجا سي جذر الفا، هدينا 2.9787 وده موضع الزيرو. البول 1 على الفا تي هقسم القيمه دي على قيمه الالفا اللي جاتني، هدينا 14.1842. طيب وانا عندي انه قيمه الالفا اللي جاتني هي كم؟ هي 0.21 مضروبه في كي سي، ده بتساوي 2، معناها الكي سي بتاعنا ب 9.5238. اذا الجي سي اوف اس بتساوي 9.5238 في اس زائد 2.9787 على اس زائد 14.1842. طيب فكده بيكون احنا عرفنا كيف نقدر نصمم ليد كومبنسيتر بصوره يعني بصوره شنو، بصوره شامله يعني. بنفس الخطوات بنقدر نشتغل اي مساله بتاعت ليد كومنسيتر. اللاب كومنسيتر تمام، بناخد فكره عن الديزاين بتاعه. فقال لي هنا مثلا ديزاين لاب كومنسيتر تو ميت ذا فولوينج، يعني لاب كومنسيتر للنظام ده 1 على اس في اس زائد 1 بوينت 5 اس زائد 1. هنا طبعا بيدينا الثوابت، عندنا اول 3 ثوابت دي بتكون مشتركه، او هي يعني اول 4 ثوابت دي بتكون مشتركه ما بين الليد واللاج، انه الاستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستنت دايرين له 5، الفيس مارجن 40، الجين مارجن 10، الاوفر لوب فيس 160 درجه. لكن هنا بدل الجين كروس اوفر فريكونسي بنسموه الكورنر فريكونسي او ترددات القطع اللي هي 6.5 راديان بير سكند. تمام، طيب فنشوف انه كيف نقدر نشتغل المساله دي او التصميم ده. تمام، برضه عن طريق مجموعه من الخطوات. تصميم اللاب كومنسيتر طبعا سهل جدا، اللي هو عندك الجي اوف اس بتساوي 1 على اس في اس زائد 1 في بوينت 5 اس زائدا 1. تمام، جي سي اوف اس في جي اوف اس اللي هو تي اس زائد 1، بس هنا بدل الفا تي اس هتكون بيتا تي اس زائد 1 مضروبه في كي على اس في اس زائد 1 في بوينت 5 اس زائد 1. هي الكي دي برضه شنو؟ الكي دي برضه زي ما احنا عارفين اللي هي كي سي مضروبه في البيتا. تمام، طيب فهنا هيكون عندنا شنو؟ دي هنا بس هتكون شنو؟ كي سي في بيتا. طيب الكي في ليميت اس لما تقول له صفر ل اس في جي اوف اس في جي 1 اوف اس. تمام، هقدر اجيب قيمه الكي هنا نفس الخطوات مع الليد كومنسيتر. طيب الفيس مارجن حق النظام الاصلي اللي هو 180، طبعا هنا بس عندنا شنو؟ هنا بس الفرق بنجيبه يعني هو لاب كومنسيتر، هنا بنجيب الفرق ما بالنسبه ل 180 بالنسبه لسالب 180. فسالب 180 زائد 160 حقتنا الاصليه تدينا سالب 20 درجه.
تمام. طيب عشان نجيب قيمة المعامل بيتا بنقول 20 لوج 1 على بيتا بيساوي سالب 20، من هنا بقدر أجيب قيمة البيتا ب10 تمام. طيب موضع الزيرو، تمام موضع الزيرو بيكون وين؟ تمام موضع الزيرو بتاعنا بيكون عند تمام القيمة دي هنا، الناس تعدلها، دي هنا عبارة عن شنو؟ دي هنا عبارة عن 0.1 راديان بير سكند تمام. قيمة كويس، قيمة الكورنر فريكونسي، قيمة الكورنر فريكونسي اللي هي 1 على تي تمام، هي نفسها يعني الزيرو بتاع الكومنسيتر هو نفسه الكورنر فريكونسي تمام. يعني هنا عندنا شنو؟ 1 على التي بيساوي الكورنر فريكونسي اللي هو بيساوي لنا 0.1، ده موضع الزيرو. موضع البول 1 على بيتا تي اللي هو 1 على تي تمام، اللي هو دي 0.1، 0.1 لما نقسمها على 10 ب 0.01. طيب الكيسي في بيتا بتساوي 10، معناها البيتا بتساوي 5 على، معناها الكيسي بتساوي لنا 5 على 10 اللي هي طبعا قيمة شنو؟ اللي هي طبعا قيمة الكيسي بتساوي لنا 5 على 10 بتساوي لنا شنو؟ بتساوي لنا 0.5، معناها إذا الجي سي أوف إس بتساوي 0.5 إس زائد 0.1 على إس زائد 0.01. طبعا معناها اذا الخطوه دي ثابته مع الليد، الخطوه دي ثابته مع الليد لغايه هنا، الخطوه دي ثابته مع الليد كومبنسيتر، بس بخلي الفرق من سالب 180. بقوم بجيب قيمه البيتا اول حاجه عن طريق القانون ده تمام، وموضع الزيرو هو موضع الكورنر فريكونسي، بجيب موضع البول بقسم اللي هو موضع الزيرو على قيمه البيتا، بعد ذاك كي سي في بيتا بتساوي قيمه الكي الكبيره اللي جبناها تمام، قيمه الكي الكبيره اللي جبناها هي هنا كي سي في بيتا، القيمه دي 5 تمام. هنا القيمة دي كم؟ القيمة دي 5 لأنه كي كبيرة قيمتها 5 تمام، القيمة دي قيمتها 5 هنا تمام. بعد ذاك بقدر أجد شنو؟ بعد ذاك بعوض في الدالة الأساسية لللاب كومنسيتر كي سي في كي سي داش مضروبة في اس زائد 1 على تي على اس زائد 1 على بيتا في تي، فده تصميم اللاب كومنسيتر في الفريكونسي دومين. بكده نكون اخذنا كيف احنا نعمل تصميم للليد واللاج في الفريكونسي دومين. شكرا جزيلا.